بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة إن شاء الله نتكلم عن موضوع اسمه كريبس سايكل، أو اسمه تراي كاربوكسيليك سايكل أسيد سايكل، أو اسمه يا دكتور سيتريك أسيد سايكل. وواحدة واحدة احنا اتفقنا مع بعض يا عم آدم إن احنا مش هنبدأ من الصفر، احنا هننزل لتحت الصفر ونطلع مع بعض. طيب في أول حصة خالص لما بدأنا البايو انرجيتكس اتكلمنا إن الستيجز بتاعت الكاتابوليزم، ان انا كنت واكل كربوهيدرات واكل ليبيد واكل بروتين، كلهم بيحصل لهم دايجيشن عشان يتحولوا للسمبلست يونت، ثم هذا السمبلست يونت بيحصل له ابزوربشن انه بيطلع من مكانه للبلد، ثم يحصل له ابتيكن باي تيشو. وقلت لك ان هو في ستيج 2 كل الاكل ده بيتحول، سواء كنت كربوهيدرات كنت ليبيد كنت بروتين، بيتحول لمركب وحيد اسمه اسيتايل كوي. قلت لك اصبحت الطاقه الان مختزنه في مركب يسمى اسيتايل كوي. هذا الاسيتايل كوي هيدخل ستيج 3 عشان يدخل اتنين باسوي ورا بعض. اول باسوي كان اسمها كريبس سايكل، وقلت لك ان شاء الله هندرسها. قلت لك كريبس سايكل كنت باخد هذا الاسيتايل كوي واحوله لناد اتش وفاد اتش 2، اخدهم ادخلهم اخر باسوي اللي اسمها الكترون ترانسبورت تشين عشان اطلع منه اي تي بي. طبعا احنا درسنا مع بعض الالكترون ترانسبورت تشين، وخدنا الناد اتش والفاد اتش دول دخلناهم الاي تي سي وطلع منهم اي تي بي. يبقى قصتنا النهارده الحته اللي في النص، الحلقه المفقوده اللي اسمها الكريبس سايكل. يبقى احنا اتفقنا مع بعض يا دكتور ان انا عندي مركب اسمه اسيتايل كوي، والاسيتايل كوي ده مركب يحتوي على 2 كربون. اصل من ميديول 102 او انا بقول لك في حاجة اسمها الأسيتيك أسيد، هذا الأسيتيك أسيد بيحتوي على كم كربونة؟ كربونتين. لو حطيت فيه كوي أصبح اسمه أسيتايل كوي. هذا الأسيتايل كوي هدفي النهاردة أكسره وأطلع منه حاجة اسمها ناد اتش، وأطلع منه فاد اتش 2، وأطلع منه اي تي بي، وهي دي قصتنا النهاردة اللي اسمها الأسيتايل اسمها كريبس سايكل. يبقى في عالم اكتشف السايكل اسمه كريبس سماها كريبس سايكل، قصتها تاخد الاسيتايل كوي تعديها بمراحل عشان تحولها لناد اتش وفاد اتش واي تي بي. واتفقنا مع بعض يا يوسف ان اي باسوي في الدنيا حضرتك هتبداها وتقول لي الديفينيشن، حضرتك هتقول لي السايتس، حضرتك هتقول لي الستبس بتاعتها والامبورتنس والريجوليشن. اي باسوي هناخدها في المنهج هتقول لي الديفينيشن هي ايه الباسوي دي؟ السايت هي بتحصل فين؟ خطواتها ايه؟ ايه الامبورتنس وايه الريجوليشن بتاعتها؟ طيب وقلت لك في الديفينيشن يا مالك انت هتقول لي انا ببدا بايه وبنتهي بايه؟ فلو جيت اقول لك يعني ايه كلمه كريبس سايكل؟ كريبس سايكل هي عباره عن ميجور باسوي فور كومبليت اوكسيديشن، باكسد فيها مين يا دكتور؟ الاسيتايل كوي او الاسيتايل بارت اوف اسيتايل كوي. باكسدها عشان اطلع منها حاجه اسمها ناد اتش وفاد اتش 2 واي تي بي. يبقى هي يا دكتورنا الفاضل باسوي فور كومبليت اوكسيديشن، مش اوكسيديشن لا كومبليت اوكسيديشن. انا باكسد الاسيتايل كوي تماما، هتختفي هذه الاسيتايل كوي، لن يتبقى منها شيء، وكل الطاقه اللي فيها هتطلع ناد اتش وفاد اتش واي تي بي. بقول لك يا دكتورنا العزيز هي كومن او فاينل كومن بس واي فور اوكسيديشن كربوهيدرات وفات وبروتين. مش احنا اتفقنا مع بعض كنت كربوهيدرات كنت فات كنت بروتين كده كده هتنتهي بحاجه اسمها ايه؟ وهذه الاسيتايل هتدخل ايه؟ كريبس. يبقى الكريبس هي الكومن فاينل بس واي، يبقى البسوي النهائية المشتركة، سواء كنت كربوهيدرات كنت فات كنت ايه يا دكتورنا الفاضل؟ بروتين. يبقى الديفينيشن تاني يا يوسف، يعني ايه كلمة كريبس سايكل؟ هي بسوي في كومبليت 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 اوكسيديشن اوف اسيتايل كوي، باكسدها ليه؟ لناداتش وفاداتش واي تي بي. قال لي هي الفاينل كومن بسوي فور اوكسيديشن اوف ايه؟ كربوهيدرات وفات وبروتين. بتحصل فين؟ قال لي يا دكتور خدنا في الهيستولوجي حاجه كده كان اسمها ميتوكوندريا، وكانت الميتوكوندريا يا دكتور عباره عن اوتر ممبرين
وانر ممبرين وجوه في حاجه اسمها الايه؟ الماتريكس. يبقى الفاتي الكريبس سايكل بتحصل فين؟ بتحصل في الميتوكوندريال ماتريكس جوه الميتوكوندري، وهذا شيء منطقي. مش الاي تي سي كانت بتاخد الناد اتش والفات اتش اللي جوه الماتريكس اللي طالع من مين؟ من الكريبس. يبقى اول انزيم، كل انزيمات الكريبس سايكل موجوده في الميتوكوندريال ماتريكس اكسبت كومبلكس 2 انزيم اسمه ساكسينات دي هيدروجينيز في الانر ميتوكوندريال ممبرين. يبقى كل الانزيمات يا سيدي الفاضل موجوده جوه الماتريكس ما عدا انزيم واحد اسمه ساكسينات دي هيدروجينيز. يعني الانزيمات مرصوصه جنب بعضها في الماتريكس وفي واحد بس يا دكتورنا الفاضل موجود في الممبرين. ايامي انا ايام ما كانت بتيجي اسئله مقاليه كان في دكتور مره يعني خياله عالي جدا وقال لك يا دكتور ان كريبس سايكل لوك لايك از ات هانجد كانها مشنوقه في الانر ميتوكوندريال ممبرين. ما هو في انزيم في الانر ميتوكوندريال والباقي كله جوه الايه؟ الماتريكس. عامل زي اليويو كده، انزيم فوق وباقي الانزيمات كلها جوه الايه؟ جوه الماتريكس. لا تعنيني كل الانزيم موجوده فين يا دكتور؟ ما عدا انزيم اسمه ايه؟ ساكسينيت دي هيدروجينيز موجود فين؟ في الانر ميتوكوندريال ممبرين. السايت مش كامل يا يوسف لان قلت لك لما تقول لي السايت قول لي اورجان وايه؟ اورجانيل. قول لي بتحصل فين؟ بتحصل في اول سيل كونتيننج ميتوكوندريا. شباب انا عايز حضرتك تكون جامد جدا وفاهم كل حرف. انا لما اقول لك على باسوي اتس ا ميجور باسوي معناها انها بتحصل في كل الخلايا وبيطلع منها طاقه، والتعريف ده مش هقوله غير على كريبس وعلى الجلايكوليس. فالنهارده الكريبس بتحصل فين يا دكتور؟ في اول سل. عشان كده في التعريف لما جيت اتكلم قلت لك هي ميجور باسوي فور كومبليت اوكسيديشن للاسيتايل كوي، بحولها لايه؟ ناديتش وفاديتش واي تي بي. هي الفاينل كومن باسوي للاكسيديشن بتاع مين؟ كربوهيدرات وفات وبروتين. الاول انزيم بتاعتها موجوده فين؟ ما عدا انزيم واحد اسمه ايه؟ ساكسينيت ده هيدروجينيز. موجود فين؟ في الانر ميتوكوندريال ميمبرين. يبقى النهارده كريبس سايكل انا عندي اسيتايل كو ايه يحتوي على كربونتين موجود جوه هذه الميتوكوندريا، انا عايز ادخله سايكل اسمها كريبس سايكل. وتعالوا مع بعض يا شباب نحكي القصه من البدايه. القصه بتبدا انا جوه الماتريكس دلوقتي، في مركب جوه الماتريكس اسمه اوكزالو اسيتيت. هذا الاوكزالو اسيتيت بيتكون من اربع كربونات. يبقى القصه بتبدا ان جوه الماتريكس يوجد مركب اسمه اوكزالو اسيتيت، اوكزالو اسيتيك اسيد. هذا الاوكزالو اسيتيك اسيد بيتكون من اربع كربونات. طيب قال لي يا دكتورنا الفاضل هذا الاوكزالو اسيتيك اسيد هدخل عليه الماده بتاعتنا حكايتنا النهارده اللي اسمها ايه؟ اسيتايل كوي اللي بتتكون من كام كربونه؟ كربونتين. يبقى القصه الحدوته الحكايه بتبدا بمركب اسمه اوكزالو اسيتيت. هذا الاوكزالو اسيتيت يحتوي على اربع كربونات، هدخل بحاجه اسمها اسيتايل كوي تتكون من كام كربونه؟ كربونتين، بانزيم يا سيدي الفاضل اسمه سيتريت سينسيز. مش سينسيتيز، اسمه ايه؟ سيتريب سينسيز. اسمه ايه؟ سيتريب سينسيز. اسمه معبر جدا، هيكون مركب اسمه ايه؟ اسمه سيتريت. يبقى هيكون مركب اسمه السيتريت او السيتريك اسيد. هذا السيتريت بيتكون من كام كربونه؟ سته. ما هو انا داخل باوكزالو اسيتيت فيه كام كربونه؟ أربعة. ربطه مع اسيتايل كوي فيه كام كربونه؟ اثنين، بنزيم اسمه ايه؟ سيتريت سينسيز، عشان اكون مركب اسمه ايه؟ السيتريت اللي فيه كام كربونه؟ ست كربونات. طيب دكتور انت مش عليك فورميلا، مش عليك فورميلا، ولكن يا دكتورنا الفاضل الاوكزاليك اسيد اوكزاليك بس صيغته بالشكل ده سي او اتش سي او اتش، والاسيتيك اسيد صيغته بالشكل ده سي اتش 3 سي او اتش. ده كده اسمه اوكزاليك وده اسمه اسيتيك. لو انا شلت من ده هيدروجين بقى اسمه سي اتش 2، وهشيل من ده ويتش انا شلت من ده ايه؟ هيدروجين. ما هي دي كان اسمها سي اتش 3 بالشكل ده كده. حضرتك هتشيل منها هيدروجين
بقت مفتوحه، وشلت من هنا ويتش بقت مفتوحه، هوصلهم ببعض. فده اوكزاليك وده اسيتيك، فالاثنين مع بعض اسمهم اوكزال واسيتيت. يبقى ده الاوكزال واسيتيت اهو يا دكتور، فيه كام كربونه؟ اربعه. الاوكزال واسيتيت فيه كربونه 2 3 4. هدخل عليه بالاسيتايل كوي. هذا الاسيتايل كوي الصيغه بتاعته CH3CO S كوي، اسمه اسيتايل كوي. طيب لما اوصل يا دكتورنا الفاضل هذا الاسيتايل كوي بالستريك اسيد بوصله ازاي؟ قال لي يا دكتور هشيل الكوي ده خالص، رميت الكوي بره، يبقى مكان الكوي بقى فاضي. رميت الكوي بره، مكان الكوي بقى ايه؟ بقى فاضي. وداخل يا دكتورنا العزيز على السهم بميه HOH. طيب مكان الكوي بقى فاضي، اروح جاي حاطط OH من الميه. الى الان في مشكله؟ يبقى انا يا دكتور شلت الكوي مكانه بقى فاضي فحطيت OH من الميه. طيب ثم يا سيدي الفاضل شايف هذه CH3 حضرتك هتشيل منها H. قال لي يا دكتورنا هحطها على الكوي، يبقى الكوي استقر. تاني تاني تاني، انا مش عليا والله ما عليا الفورمولا، بس انا هقولها لهدف معين. ده يا دكتور المركب اللي اسمه الاسيتايل كوي. طيب الاسيتايل كوي هعمل ايه؟ هشيل الكوي واشيل اتش من هنا، يبقى مكان الكوي بقى فاضي ومكان الاتش اللي هنا بقى فاضي. حد عنده مشكله كده؟ يبقى انا شلت الكوي مكانها بقى فاضي، وشلت الاتش مكانها بقى فاضي. احط الاتش على الكوي طلعت في صوره كواش، يبقى شلت الكوي مع الاتش طلعوا مع بعض في صوره حاجه اسمها ايه؟ كواش. مكان الكوي فاضي ومكان الاتش فاضي. الى الان في مشكله؟ طيب هكسر الدبل بوند اللي هنا يا شباب. الدبل بوند بين الكربون ومين؟ والاكسجين. لما اكسر الدبل بوند الاكسجين بقى ناقصه ايه؟ ربط، والكربون بقى ناقصه ربط، ما هو كانوا ماسكين مع بعض. اعمل ايه؟ قال لي يا دكتور اول حاجه الكربون اللي فوق دي ناقصها ربطه، والكربون اللي تحت دي ناقصها ربطه، وصلهم ببعض. مش الكربون اللي فوق ناقصها ربطه مكان الهيدروجين، ودي ناقصها ربطه مكان الدبل بوند؟ وصلهم ببعض. طيب النقطة التانية، قال لي الأكسجين دي ناقصها ربطة وهنا في ربطة فاضية، المية اللي أنا حاططها هحط هنا الويتش وأحط هنا الإتش. يبقى أنا شلت الكوي مع هيدروجين من هنا طلع في صورة كواش. مكان الكوي حطيت ويتش من مية، من جزيء مية أنا حاطه على السهم. طيب ووصلت الكربونتين دول ببعض. أنا عايز أبهري ده كله ليه؟ عشان أوريك يا دكتور آدي مركب الستريك أسيد فيه كام كربونة؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى أول مركب اتكون اسمه ستريك أسيد فيه كام كربونة؟ 6. في كربوكسيل التانية التالتة، يعني فيه كام كربوكسيل يا دكتور؟ 3. فيا دكتور بسميه تراي كربوكسيليك أسيد. ما هو أسيد يحتوي على كام كربوكسيل؟ 3. فاسم السايكل، شوف انا بهري ده كله عشان بس العنوان. اسم السايكل الثانيه تي سي اي او تراي كاربوكسيليك اسيد، عشان اول مركب طلع فيه كام كاربوكسيل؟ 3. يبقى يا دكتورنا الفاضل اول مركب طلع اسمه ستريت، فالسايكل اسمها ستريك اسيد سايكل. اول مركب طلع فيه 3 كاربوكسيل فالسايكل اسمها تراي كاربوكسيليك اسيد، والعنوان الرئيسي اسمها كريبس سايكل. ولا كاني قلت حاجه، وخلينا نقول تاني من الاول واحده واحده. انا عندي مركب اسمه اسيتايل كوي، انسى الرسمه دي بقى. هذا الاسيتايل كوي فيه كام كربونه؟ يمسك مع مركب اسمه اوكزال واسيت فيه كام كربونه؟ بنزين اسمه ايه؟ ستريت سينسيس، فيكون مركب اسمه ايه؟ فيه كام كربونه؟ 6 كربونات. هذا الستريت فيه كام كربوكسيل؟ 3 كربوكسيل، يبقى بالتبعيه اسمه تراي كربوكسيليك اسيد. فالسايكل اسمها كريبس سايكل او سيتريك اسيد سايكل او تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل. انا بسميها نسبه لاول مركب انتج فيها. حد فاهم انا بقول ايه؟ شباب لو حد حافظ قران يجي يقول لك ايه هو جزء عامه؟ الجزء ال 30. انا مسميه عامه اصل اول كلمه في الجزء بدأ بكلمه عامه، جزء اصله بدأ باول كلمه جزء التبارك. قال لي يا دكتور طب ما السايكل بدأ باول مركب الستريت، فسميتها سيتريك اسيد سايكل. هذا الستريت فيه 3 كاربوكسيل فسميتها تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل. انا بدات من تحت خالص، انا فهمت العنوان واضح. طيب يبقى تاني، انا يا دكتورنا الفاضل عندي مركب اسمه اسيتايل كوي،
هذا الاسيتايل كو عايز اعمل له كومبليت اوكسيديشن احوله لايه ماد اتش وفاد اتش واي تي بي. في درسنا النهارده اللي اسمه ايه كريب او اسمه ايه تراي كاربوكسيل او اسمه ايه سيتريك اسيد سايكل. القصه بتبدا بمركب اسمه ايه اسيتايل كو مع مركب اسمه اوكزال واسيتيت بانزيم اسمه سيتريت سينسيز الانزيم الريفرسبل يكون لي مركب اسمه ايه سيتريت. في كم كربونه؟ 6 كربونات. قال لي هذا السيتريت هيشتغل عليه يا دكتورنا العزيز انزيم اسمه اكونيتيز. انزيم اسمه ايه؟ اكونيتيز. انزيم اسمه ايه؟ اكونيتيز. هذا الاكونيتيز ما هو الا ايزومريز. يعني ايه ايزومريز يا سيدي الفاضل؟ يعني بيحول الماده للايزومر بتاعها. هو للنظير. دكتور من الاخر هيشيل الاتش دي كده والاتش اللي تحت، يطلع الاتش فوق ويحط الاتش تحت. حد فاهم هو عمل ايه؟ هو نقل حاجتين بس. فالمركب الجديد ما اتغيرش فسميه ايزوسيتريت. يبقى انا حولت السيتريت لمركب اسمه ايه؟ ايزوسيتريت. في كم كربونه هذا الايزوسيتريت؟ 6 كربونات. انا ما قربتش من الكربون. يبقى القصه بدات بمركب اسمه اوكزال واسيتيت. هذا الاوكزال واسيتيت يحتوي على كم كربونه؟ 4. مسك مع مركب اسمه اسيتايل كوي يحتوي على كم كربونه؟ 2 بانزيم اسمه ايه؟ سيتريت سينسيز. هذا السيتريت سينسيز هيطلع لي مركب اسمه ايه؟ سيتريت. في كم كربونه؟ 6. يشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ اكونيتيز يحوله لمركب اسمه ايه؟ ايزوسيتريت. في كم كربونه؟ 6. الايزوسيتريت يشتغل عليه انزيم ثاني اسمه ايزوسيتريت دي هيدروجينيز. السبوره كلها طالعه صح؟ طيب اسمه ايزوسيتريت دي هيدروجينيز. اظن الاسم معبر جدا. اسمه دي هيدروجينيز عشان هيشيل هيدروجين. قال لي هيشيل يا دكتور هيدروجين اهي، هيدروجين من هنا وكمان هيدروجين. شال كام هيدروجين؟ 2. بيحطهم يا سيدي الفاضل على جزيء ناد، على جزيء ناد اصبح اسمه ناد اتش. يبقى ناد اتش بلس اتش، بس احنا هنكتبها بعد كده ناد اتش. انت فاهم ان هي الناد اتش بلس اتش. يبقى شلت 2 هيدروجين من الايزوسيتريت حطيتهم على جزيء ناد بقى اسمها ناد اتش بلس اتش. وهيشيل كمان سي او 2. شيل كمان سي او 2. سي او او تخرج في صوره يا دكتور سي او 2. انا النهارده كان اسمي ايزوسيتريت. هذا الايزوسيتريت اشتغل عليه انزيم اسمه ايزوسيتريت دي هيدروجينيز. الايزوسيتريت دي هيدروجينيز عمل ايه؟ قال لي شال 2 هيدروجين، هيدروجين وكمان هيدروجين. فهيوصل دول مع بعض بدبل بوند. وهيشيل يا دكتور سي او او، فالهيدروجين هتمسك هنا، ما هي دي كان اسمها كربوكسيل. حضرتك شلت السي او فتتبقى مكانها بس الايه؟ الهيدروجين. المركب الجديد ده يا سيدي الفاضل بص كده، ادي اول كربونه اللي بعدها اسمها الفا كربون. الالفا كربون فيها كيتون جروب. فالمركب ده اسمه الفا كيتو جلوتاريت. اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت. اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت. هذا الالفا كيتو جلوتاريت فيه كام كربونه؟ 5. مش انا شلت واحده، مش انا طلعت سي او 2، فيبقى لي مركب في كربون 2 3 4 5. في كام كربونه؟ 5. يبقى يا دكتورنا الفاضل انا بدات باوكزال واسيتيت. والله الرسم ده ما عليك، انا بدات باوكزال واسيتيت. الاوكزال واسيتيت في كام كربونه؟ 4. دخلت عليه اسيتايل كوي في كام كربونه؟ 2 بانزيم اسمه ايه؟ سيتريت سينسيز. مسكتهم في بعض وطلعت مركب اسمه ايه؟ سيتريت. في كام كربونه؟ 6. هذا السيتريت اشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ اكونيتيز. هيحوله للايزومر اللي اسمه ايه؟ ايزوسيتريت. في كام كربونه؟ 6. هذا الايزوسيتريت يا دكتورنا هيشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ ايزوسيتريت دي هيدروجينيز. هيشيل منه هيدروجين على ناد، يطلع لي ناد اتش ويشيل منه سي او 2 فعمل اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن. اوكسيديشن عشان شال هيدروجين، دي كاربوكسيليشن عشان شال سي او 2. مش هو عمل عمليه اكسده؟ ما هو ازاله هيدروجين تعني اكسده، وعمل عمليه دي كاربوكسيليشن يعني ازاله سي او 2. طيب هذا الالفا كيتو جلوتاريت هيشتغل عليه انزيم اسمه الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. اسمه ايه؟
الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز، اسمه الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. هيشيل منه برضو 2 هيدروجين على جزيء ناد، يطلع لحضرتك حاجه اسمها ناد اتش. يبقى هيشيل هيدروجين على جزيء ناد، يطلع لي حاجه اسمها ناد اتش، وهيشيل منه برضو سي او 2. يبقى الانزيم اللي اسمه الفا كيتو جلوتاريت هيشيل مني هيدروجين على جزيء ايه؟ ناد، تطلع في صوره ناد اتش، وهيشيل منه سي او 2. مكان السي او 2 يا دكتور هيحط مساعد انزيم اسمه كو اي. فاكر انت الاسيتايل كو اي؟ لما كان عليه كو اي كان اسمه اسيتايل كو اي. طيب واحده واحده شباب، انا لما اشيل منه هيدروجين على ناد اتش واشيل منه سي او 2، مفروض يطلع لي مركب اسمه ساكسينيك اسيد. مفروض يطلع لي مركب اسمه ايه؟ بس انا هحط عليكم ايه؟ فالمركب اللي هيطلع اسمه ساكسيناين ايه يا شباب؟ كوي. يبقى انا كان اسمي الفا كيتو جلوتاريت فيها كام كربونه؟ 5. اشتغل عليها انزيم اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. هذا الدي هيدروجينيز شال مني ايه؟ هيدروجين على جزيء ناد، طلعت في صوره ناد اتش، وشال مني سي او 2 وحط مكانها كوي، فطلع لي مركب اسمه ساكسيناين كوي. هذا الساكسيناين في كام كربونه؟ 4 كربونات. يبقى سيدي الفاضل انا هشيل لحضرتك سي او او، مش دي كانت سي او اتش؟ قال لي هشيل سي او او اللي هي تطلع في صوره سي او 2، واشيل هيدروجين احطها على ناد اتش واحط مكانهم كوي. فالمركب اللي طالع فيه كربون 2 3 4 اسمه ساكسينايل كوي. فالمركب اللي طالع اسمه ساكسينايل كوي. فالمركب اللي طالع اسمه ساكسينايل كوي. تاني يا دكتور ابراهيم، انت النهارده عندك مركب اسمه ايه؟ اوكزال واسيتيت، في كام كربونه؟ 4. دخل عليه مركب اسمه ايه؟ اسيتايل كوي، في كام كربونه؟ 2. بنزيم اسمه ايه؟ سيتريت سينسيز، مسكتهم في بعض طلع لي مركب اسمه ايه؟ سيتريت، في كام كربونه؟ 6. هذا السيتريت بنزيم اسمه اكونيتيز، هيتحول لمركب اسمه ايه؟ ايزوسيتريت، في كام كربونه؟ 6. هذا الايزوسيتريت بايزوسيتريت دي هيدروجينيز، هشيل منه هيدروجين على ناد، يطلع لي ناد اتش، واشيل منه سي او 2، فيطلع لي مركب اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت، في كام كربونه؟ 5. يشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز، هيشيل هيدروجين على ناد، تطلع في صوره ناد اتش، ويشيل سي او 2 ويحط مكانها كوي، فيطلع لي ماده اسمها ساكسينايل كوي، فيها كام كربونه؟ 4. حد خد باله لما رسمت الساكسينايل كوي عملت ايه في الرابطه اللي بين الساكسينيك والكوي؟ عملتها هاي انرجي. اي مركب كوي فهو ايه؟ هاي انرجي. انا رسمت الرابطه دي كده ايه؟ هاي انرجي. فيجي انزيم، الانزيم ده اسمه سايوكاينيز، يعمل ايه؟ بمنتهى البساطه يا ابراهيم، هيكسر هذه الرابطه خالص، فيشل حضرتك الكو اش، ويتبقى المعاليك الساكسينيك اسيد اللي فيه كام كربونه؟ 4. ولكن يا دكتور عذرا معذره بعد اذنك، احنا خدنا اول حصه ان كسر هاي انرجي بوند يصاحبه انطلاق طاقه انف ان انا اكون منها اي تي بي. فانت النهارده لما تكسر لي هذه الرابطه اللي بين الساكسينيك والكوي هيطلع طاقه. خد هذه الطاقه اربط بيها اي دي بي مع فوسفات وطلع لسعادتك ايه يا دكتور؟ اي تي بي. هو كاتبها لك جي دي بي مع فوسفات، ما جي تي بي هي الاي تي بي. يبقى يا دكتور كسر هذه الرابطه وخد، خلينا زي ما احنا متعودين، اي دي بي مع فوسفات فتطلع اي تي بي. دكتور فاكرين اول حصه قلت لك عندي حاجه اسمها لو انرجي بوند وحاجه اسمها هاي انرجي بوند؟ قلت لك اللو انرجي بوند دي الرابطه اللي كسرها بيديني طاقه اقل من كام؟ نوت انف تو برودوس انرجي. قلت لك الهاي انرجي اللي كسرها بيديني طاقه اكتر من كام؟ 7.3 انف تو برودوس اي تي بي، صح كده؟ طيب وقلت لك ان الهاي انرجي في مركبات فيها هاي انرجي فوسفات فانا بس بوفر لها اي دي بي، وفي مركبات فيها هاي انرجي وما فيهاش فوسفات فانا باخد منها الطاقه واديها انا الاي دي بي والايه والفوسفات. يبقى انا النهارده الساكسينايل كو ايه لما اشيل منه الكو ايه اخد الطاقه اربط بيها الاي دي بي مع الفوسفات، يطلع لي مركب اسمه ساكسينيك ويطلع لي اي تي بي. طيب يا ابراهيم فاكرين انتاج الطاقه يا ادم؟ قلت لك عمليه انتاج الطاقه اسمها فوسفوريليشن.
قلت لك انتاج الطاقه جوه سلسله نقل الالكترون كان اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن، صح كده؟ قلت لكم في نوع تاني كان اسمه سابستريت ليفل فوسفوريليشن. بجيب سابستريت عالي الطاقه اكسره اخد الطاقه اللي فيه واكون اي تي بي. وقلت لكم هم ثلاث تفاعلات ربنا خلقهم ما خلقش رابع، صح؟ ده اول واحد فيهم عشان هنحفظهم مع بعض. ده اول تفاعل يسمى يا ابراهيم سابستريت ليفل فوسفوريليشن. ماذا تعني كلمه فوسفوريليشن؟ تكوين اي تي بي مكونها من سابستريت، انا مش جوه الاي تي سي، فاسمها سابستريت ليفل ايه؟ فوسفوريليشن. يبقى ده سابستريت ليفل فوسفوريليشن. باخد السكسينايل كو ايه بالسايوكاينيز بيطلع لي سكسينيك اسيد، واخد الطاقه عشان اكون منها اي تي بي. هذا السكسينيك اسيد يا سيدي الفاضل اللي طلع لحضرتك ده هيشتغل عليه انزيم، هذا الانزيم يسمى سكسينيت دي هيدروجينيز. هيشتغل عليه انزيم اسمه سكسينيت ايه دي هيدروجينيز، هيشيل منه هيدروجين بس المره دي على جزيء فات، فتطلع في صوره حاجه اسمها ايه؟ فاد اتش 2، وبدل السكسينيك يطلع لي مركب اسمه فيوماريك اسيد. الفيوماريك اسيد ده فيه كام كربونه؟ هو السكسينيك كان فيه كام؟ اربعه. انا شلت منه ايه؟ هيدروجين على جزيء فات طلعت، يبقى لي الفيوماريك اللي فيه كام كربونه؟ ما انا عرفتش للكربون، يبقى لي الفيوماريك اللي فيه كام كربونه يا دكتور؟ اربعه. واضح كده؟ يبقى ده يا دكتور هذا السكسينيك اسيد. السكسينيك اسيد هشيل منه اتنين هيدروجين، ادي هيدروجين وادي هيدروجين، اوصل مكانهم بدبل بوند فيطلع لي مركب اسمه ايه؟ فيوماريك اسيد. في كام كربونه؟ اربعه. ابراهيم تي انا بادئ بمركب اسمه ايه؟ اوكزالو اسيتيت. في كام كربونه؟ اربعه. ادخل عليه مركب اسمه ايه؟ اسيتايل كوي. في كام كربونه؟ اثنين. بنزين اسمه ايه؟ سيتريت سينثيز. يطلع لي مركب اسمه ايه؟ سيتريت. في كام كربونه؟ سته. هذا السيتريت يشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ اكونيتيز. الانزيم ده يحوله لماده اسمها اي، فيها كام كربونه؟ سته. يشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ دي هيدروجينيز، هيشيل منها هيدروجين على ناد، يطلع لي ناد اتش، ويشيل منها سي او 2. فايزوسيتريت بقى اسمها الفا كيتو جلوتاريت. الالفا كيتو جلوتاريت فيه كام كربونه؟ خمسه. قال لي يشتغل على انزيم اسمه الفا كيتو جلوتاريت، يشيل منه هيدروجين على يطلع لي ناد اتش، ويشيل منه سي او 2، فيطلع لي مركب اسمه ساكسينايل كو اي. فيه كام كربونه؟ اربعه. في هاي انرجي بوند، فيشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ سايو كاينيز. هيكسر السكسينايل كو اي لساكسينيك اسيد وكو اي، وياخد الطاقه عشان يكون منها اي تي بي فيما يسمى سابستريت ليفل فوسفوريليشن. هذا السكسينيك يشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ ساكسينيت اللي هو كومبلكس 2، فاكرين كده؟ قال لي هشيل منه هيدروجين المره دي على فاد، يطلع لي حاجه اسمها فاد اتش 2. لحد يطلع لي فاد اتش 2. والسكسينيك بقى اسمه يا دكتور فيوماريك. هذا الفيوماريك فيه كام كربونه؟ اربعه. قال لي الفيوماريك هيشتغل عليه انزيم اسمه فيوماريز. اسمه ايه؟ فيوماريز. الفيوماريز ده يا دكتور شايف انت الدبل بونت اللي متكونه؟ هيكسرها، هيكسر هذه الدبل بوند باضافه ميه، يعني يحط اتش واتش، يبقى كسر الدبل بوند باضافه ايه؟ ميه. حط اتش وايه؟ واتش. فالفيوماريك اسمه الجديد دلوقتي ماليت. يا دكتور ابراهيم هذا الماليت بيتكون من كام كربونه؟ اربع كربونات. انا كنت فيوماريك في اربع، كل اللي عملته كسرت دبل بوند، فطلع لي مركب اسمه ماليت. هذا الماليت فيه كام كربونه؟ اربع كربونات. يبقى انا كنت فيوماريك في اربع. قال لي يا دكتور اتحول لحاجه اسمها ماليت فيه كام كربونه؟ اربع كربونات. هذا الماليت بانزيم اخير يسمى ماليت دي هيدروجينيز. انزيم اسمه ايه؟ ماليت دي هيدروجينيز. هيشيل منه يا دكتور كربونتين على جزيء ناد، يطلع لحضرتك حاجه اسمها ناد اتش. شال مني كربونتين على جزيء ناد، شال مني اسف اتنين هيدروجين على جزيء ناد، طلع لي حاجه اسمها ناد اتش. لما اشيل الاتنين هيدروجين دول يا دكتور يطلع لي دبل بوند. المركب الجديد هو الاوكزالو اسيتين. يبقى الماليت اللي فيه كام؟ اربع كربونات، بنزين اسمه ماليت دي هيدروجينيز، هيرجع مره ثانيه حاجه اسمها ايه؟ اوكزالو. انا بادئ بايه؟ ومنتهي بايه؟ اذا مكان ما بدات مكان، اذا هي سايكل. حد فاهم انا بقول ايه؟
واحده واحده وصلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. حضرتك بادئ بمركب اسمه في كم كربونه؟ أربعة. يدخل عليه مركب اسمه اسيتايل كو، في كم كربونه؟ 2. بنزيم اسمه سيتريت سينسيز، يمسكهم ببعض ويكون مركب اسمه سيتريت، في كم كربونه؟ 6. قال لي يا دكتورنا الفاضل هذا السيتريت بنزيم اسمه اكونيتيز، الاكونيتيز يحوله الايزومر اللي اسمه ايزو سيتريت، في كم كربونه؟ 6 كربونات. هذا الايزو سيتريت يشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ ايزو سيتريت دي هيدروجينيز، هيشيل منه هيدروجين على جزء ناب يطلع ويشيل منه، بما اني شلت سي او 2 يطلع لي مركب فيه كم كربونه؟ 5. اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت، يشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ كيتو جلوتاريت، يشيل منه هيدروجين على يطلع نادي اتش، ويشيل منه كربون تطلع في صوره سي او 2، ويحط مكانها فبقى اسمه ساكسينايل كوي، في كم كربونه؟ هاي انرجي بوند، يشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ سايوكاينيز، هيكسر الساكسينايل كوي الساكسينيك كوي كوي. طب والطاقه استخدمها في تكوين؟ يبقى العمليه دي اسمها سابستريت ليفل. هذا الساكسينيك فيه كم كربونه؟ 4. الساكسينيك اللي فيه كربونه يشتغل عليه انزيم اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز، يشيل منه هيدروجين على فاد يطلع لي فاد اتش 2، وبقى اسمي الجديد ايه؟ فيوماريك. هذا الفيوماريك فيه كم كربونه؟ 4. يشتغل عليه انزيم اسمه فيوماريز، يكسر باضافه ميه يطلع لي مركب اسمه ماليت، فيه كم كربونه؟ يشتغل عليه انزيم اسمه ماليت دي هيدروجينيز، يشيل منه هيدروجين على تطلع لي، والماليت بقى اسمه بدات بمين؟ و اسيتايل كوي، لفيت وانتهيت بمين؟ اين ذهب الاسيتايل كوي؟ كومبليت اوكسيديشن. يبقى التعريف بتاعك كان اسمه ايه؟ كومبليت اوكسيديشن للاسيتايل كوي لناد وفاد واي تي بي. لحد هنا في مشكله؟ سؤال يا ابو بكر، فين الاسيتايل كوي؟ ايوه راح فين؟ يعني احنا كيميا المفروض فين فين؟ ده كان مركب ليه هبته؟ في كربونتين راحوا فين؟ ادي واحده اهي وادي الثانيه، لا لا اهو السي او 2 اهم. اي فين الاسيتايل كوي؟ كان كربونتين، ادي كربونه وادي الثانيه، فاهم قصدي؟ في كربونه طلعت وكربونه الثانيه ايه؟ طلعت برضه. طيب الدرس بتاعي اسمه ايه؟ او اسمه ايه؟ سيتريك اسيد سايكل، او اسمه اللي بيجي في الامتحان تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل. الى الان في مشكله؟ لسه القصه ما ابتدتش، في تفاصيل على كل انزيم. واحده واحده. مبدئيا اي بسوي في الدنيا هناخدها لازم تكون عارف الانزيم ده ريفرسبل ولا ايريفرسبل. يعني ايه ايريفرسبل؟ يعني الرايح ما يرجعش. يعني الانزيم اللي اسمه السيتريت سينسيز بيحول الاوكزالو اسيتيت والاسيتايل لسيتريت بلا عوده، ما يقدرش يرجعهم تاني. انما الريفرسبل الاكونيتيز بيحول السيتريت لايزو سيتريت، او العكس، هو انزيم انعكاسي يعني ممكن يرجع الايزو سيتريت مره ثانيه لايه؟ لسيتريت. يبقى الانزيم الانعكاسي هو اللي يقدر يحول لي السابستن ايه لبي والعكس، انما الغير انعكاسي هو اللي بيحول الايه لبي بلا عوده. اي بسوي في الدنيا لازم تكون عارف مين هم الريفرسابل. الريفرسابل عندي ثلاثة، واحد اسمه سيتريت سينسيز، والتاني اسمه ايزو سيتريت دي هيدروجينيز، والتالت اسمه الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. الثلاثة اللي هرسمهم بالاخضر، سيتريت سينسيز، ايزو سيتريت دي هيدروجينيز، الفا كيتو جلوتاريت. يبقى مين الثلاثة اللي ريفرسابل تاني؟ أول واحد اسمه إيه؟ سيتريت سينسيز، التاني اسمه أيزو سيتريت، التالت اسمه ألفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. طيب مين الإنزيمات اللي بيطلع عندها ناد اتش؟ هما ثلاثة لازم تبقى عارفهم زي اسمك. أول واحد اسمه إيه؟ أيزو سيتريت، والتاني اسمه إيه؟ ألفا كيتو جلوتاريت، والتالت اسمه إيه؟ ماليت دي هيدروجينيز. طب مين اللي بيطلع عنده فاد اتش؟ إنزيم اسمه ساكسينيت. طب مين اللي عنده سابستريت ليفل؟ انزيم اسمه سايوكاينيز. لحد هنا في مشكله؟ طيب قال لي يا دكتور واحده واحده بقى، الانزيم اللي اسمه اكونيتيز ده عشان يشتغل محتاج كو انزيم عامل حفاز اسمه جلوتاسايون،
محتاج اعمل حفاز اسمه جلوتاثيون. ان شاء الله هناخد الجلوتاثيون في شابتر البروتين ميتابوليزم، واقول لك ده بيتكون من 3 احماض امينيه ماسكين مع بعض، جلايسين وجلوتاميك وسيستين، ما يهمنيش. هو بيساعد في تفاعلات الاكسده والاختزال. من الاخر يا دكتور، مش انا قلت لك الانزيم ده سحب الاول ميه وبعدين رجع ضافها تاني؟ مش انا قلت لك انه شال اتش واتش وراح جاي مبدل الاماكن بتاعتهم لانه ايزوميريز، فعشان يشتغل محتاج حاجه اسمها جلوتاثيون. ما يهمنيش كل التفاصيل، اكونيتيز عشان يشتغل محتاج حاجه اسمها جلوتاثيون. يبقى يا دكتور الاكونيتيز مين الكوينزايم بتاعه؟ حاجه اسمها الجلوتاثيون. طب الايزوستريت دي هيدروجينيز محتاج يا دكتور منجنيز ومغنيسيوم، محتاج ام ان وام جي، عوامل حفازه عشان خاطر يشتغل. ابدا معايا قصه تاني. انا بادئ بمركب اسمه ايه؟ في كام كربونه؟ دخل اي مركب اسمه ايه؟ في كام كربونه؟ 2. بنزيم اسمه ايه؟ سيتريت. سينسيز ريفرسابل ولا ريفرسابل؟ الريفرسابل. يحوله مركب اسمه ايه؟ سيتريت. في كام كربونه؟ 6. وده الفيرست كومباوند. السيتريت ده يا دكتور بنزيم اسمه ايه؟ اكونيتيز. محتاج كوينزايم اسمه جلوتاثيون جي اس اتش، اكتبها جي اس اتش. يتحول لحاجه اسمها ايه؟ في كام كربونه؟ يشتغل على انزيم اسمه ايه؟ يحول ندلي ويطلع لحضرتك CO2. الايزوستريت بقى اسمه الفا كي، في كام كربونه؟ 5. هذا الالفا كيتو جلوتاريت بنزيم اسمه الفا كيتو جلوتاريت، دي هيدروجينيز، يشيل منه هيدروجين على ناد يطلع ويشيل منه ويحط مكانها كوي، يتحول لي لمركب اسمه ساكسينايل كوي، في هاي انرجي، اشيل منه الهاي انرجي عشان اكون اي تي بي، واشيل منه كوي بقى اسمه ساكسينيك اسيد اللي فيه كام كربونه؟ في خطوه اسمها سابستريت ليفل فوسفوريليشن. فوسفوريليشن من صاب الساكسينيك بنزيم اسمه ساكسينيت اللي هو كومبلكس 2، اشيل منه هيدروجين على فاد باسمي فاد اتش، والساكسينيك باسمه فيوماريك. الفيوماريك بنزيم اسمه فيوماريز، يتحول لمركب اسمه ماليت، في كام كربونه؟ بنزيم اسمه ماليت دي هيدروجينيز، هيشيل منه هيدروجين على ناد يطلع لي ويطلع لي مركب اسمه بدات بمين؟ واسيتايل كوي، وانتهيت بمين؟ يبقى انا عملت كومبليت اوكسيديشن لمين؟ للاسيتايل كوي. وهي سايكل ولا لا؟ سايكل. اول مركب اتكون اسمه ايه؟ يبقى بالتبعيه اسمها سيتريك اسيد ايه؟ اول مركب فيه كام كربوكسيل؟ يبقى اسمها تشاي كربوكسيليك اسيد ايه؟ او اسمها كريبس سايكل. لحد هنا في مشكله؟ ثلاثه ناد اتش واحده فاد واحده تي بي. لسه ما حسبناش الطاقه. اه طبعا. بس كده كده احنا هنخلينا اتش بلس اتش. اه اه. عشان كده 1 2 ماشي؟ طيب. فاد اتش 2. يا جماعه بصوا، هو الناد اتش هو الناد اتش بلس اتش، والفاد اتش هو الفاد اتش 2، بس عشان هم هيجوا كتير في المنهج فاحنا بنقولها كده مجازا، انما انت فاهم انا اقصد ان ده الناد اتش بلس اتش وده الفاد اتش 2. اتفضل. ساكسينيلك ليه هو اربع كربون؟ ما في 5. نعم؟ في 4. انا النهارده كنت الفا كيتو جلوتاريت فيها كام؟ 5. انا عارف، بس الكو اي كمان فيها كربون. لا الكو اي مش فيها كربون. لا لا الكو اي مش فيها كربون، هي اسمها كو انزايم. ايه كو؟ يعني كو انزايم وليس فور سي. تمام. ده جاي من فيتامين يسمى فيتامين بي 5، هناخد الكلام ده بعدين. طيب دكتورنا العزيز، قبل ما انهي الكلام، الانزيم اللي اسمه الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز، هذا الانزيم يا دكتورنا الفاضل عمل حدث جلل، الا وهو انه عمل اوكسيديشن بازاله هيدروجين وعمل ديكربوكسيليشن باضافه CO2. لحد هنا في مشكله؟ يبقى هو عمل خطوه اسمها اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. هو الانزيم ده عمل حدث جلل ان هو شال هيدروجين من الالفا كيتو جلوتاريت، يبقى عمل اوكسيديشن وشال CO2 فيما يسمى ديكربوكسيليشن ووضع مكانهم كوي. هذا الانزيم اللي اسمه الفا كيتو جلوتاريت ليه 5 كو انزايم، عشان يشتغل محتاج كام كو انزايم؟ 5. احفظهم معايا: نات، فات، تي بي بي، كواش، لايبويك اسيد. نات، فات، تي بي بي، كواش، لايبويك اسيد. احفظهم وافهمهم لك: نات، فات، تي بي بي، كواش، لايبويك اسيد. السؤال ده مهم جدا، مين الخمسه كو انزايم بتوعه؟ النات والفات والتي بي بي والكواش واللايبويك اسيد. طب الناد انا شفتها، استخدم ناد عشان تتحول لناد اتش. الناد دي يا دكتور ان شاء الله في شابتر الفيتامين هقول لك انها فيتامين بي 3. الفات يا دكتور مش عليك، لان الانزيم ده في الحقيقه مش انزيم واحد،
ده مجموعة من انزيمات هيعملوا مجموعة من الخطوات هيسلموا بعضهم. انا اختصرتها عارف زي ايه؟ يعني مثلا لو انا خدت منه اتش بعدين اديتها لابراهيم بعدين ابراهيم اداها المالك فوصلت لعدي، فممكن اقول لكم ايه؟ ان الاتش انتقلت من حفناوي لعدي، في خطوات في النص انا ما رسمتهاش تمام. فالخطوات اللي في النص استهلكت الفاد، الفاد دي اللي هو فيتامين بي 2، يبقى النات فيتامين بي كام يا دكتور؟ 3. والفاد فيتامين بي كام يا دكتور؟ 2. طب ايه تي بي بي ده؟ كلام سابق لاوانه، هناخد الفيتامين تاني. قال لي يا دكتور البي يا دكتور التي يعني اسمها سايمين بايروفوسفات، التي سايمين، سايمين ده اللي هو فيتامين بي 1، لما احط عليه بايروفوسفات بقى اسمه سايمين بايروفوسفات تي بي بي. يبقى تاني انا محتاج فيتامين بي 1 اللي اسمه سايمين، هذا السايمين لما خد 2 فوسفات بقى اسمه سايمين بايروفوسفات تي بي بي، وفيتامين بي 2 اللي هيديني فاد، وفيتامين بي 3 اللي هيديني ناد، وفيتامين بي 5 اللي هيديني كواش، وفيتامين اسمه لايبويك اسيد. يبقى واحتك كم فيتامين يا دكتور؟ 5، ناد وفاد وتي بي بي وكواش ولايبويك اسيد. تاني ناد وفاد وتي بي بي وكواش ولايبويك اسيد. تاني ناد وفاد وتي بي بي وكواش ولايبويك اسيد. الناد هو فيتامين بي 3، الفاد هو فيتامين بي 2، التي بي بي فيتامين بي 1، الكواش فيتامين بي 5، واللايبويك اسيد هو فيتامين اسمه لايبويك اسيد. قول لي قصه مره اخيره يا ابراهيم وامسح بعدها السبور. انا النهارده عندي مركب اسمه اسيتايل كوي، نتج من الفاد والكربوهيدرات، نتج من الكربوهيدرات والليبت والبروتين. انا محتاج ان انا اكسده عشان اطلع منه ناد وفاد واي تي بي فيما يسمى كريبس سايكل. قال لي اول مركب طلع في كريبس سايكل كان اسمه ايه؟ سيتريك اسيد، فاسمها الثاني سيتريك اسيد سايكل. هذا الاسيد فيه كم كربوكسيل؟ 3. اسمها الثاني ايه؟ تشاي كربوكسيليك اسيد سايكل. يوسف الديفينيشن هي ايه؟ كومبليت اوكسيديشن لمين؟ اسيتايل كوي، عشان اطلع ناديتش فاديتش واي تي بي. هي الفاينل كومن باسوي لاكسده مين؟ كربوهيدرات وليبيد وبروتين. السايد بتاعها بتحصل فين؟ قول انزيم فين؟ ما عدا انزيم اسمه ايه؟ ساكسينيت ديهيدروجينيز. ده اللي موجود فين؟ في الانر ميتوكوندريال ممبرين. الستبس انت بتبدا يا ابراهيم بمركب اسمه ايه؟ اوكزالو اسيتيت، يحتوي على كم كربونه؟ 4. بيدخل عليه مركب اسمه ايه؟ فيه كم كربونه؟ 2، بنزين اسمه ايه؟ سيتريت سينسيز. ريفرسابل ولا ريفرسابل؟ بيحوله لمركب اسمه سيتريت، فيه كم كربونه؟ 6. يشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ اكونيتيز. هذا الاكونيتيز بيحتاج كوينزيم اسمه ايه؟ جلوتاثيون. الاكونيتيز يحوله لماده اسمها ايه؟ ايزوسيتريت، فيها كم كربونه؟ 6. يشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ ايزوسيتريت ريفرسابل ولا ريفرسابل؟ يحوله لمركب اسمه الفا كيتو جلوتاريت. انا شلت منه هيدروجين على ناد بقت وشلت منه، يبقى المركب فيه كم كربونه؟ يشتغل عليه انزيم اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز، يعمل له اوكسيديشن وايه؟ ودي كاربوكسيليشن. محتاج كم كوينزايم؟ 5، اللي هم ناد وفاد وتي بي بي وكواش ولايبويك اسيد، عشان يتحول لمركب اسمه ايه؟ ساكسينايل كوي. فيه كم كربونه؟ وفيه هاي انرجي بوند. قال لي يا دكتور اكسره لحاجه اسمها ساكسينيك اسيد واخد الطاقه عشان اكون بنزين اسمه سايوكاينيز فيما يسمى سابستريت ليفل فوسفوريشن. الساكسينيك بنزين اسمه ساكسينيت، اشيل منه هيدروجين على يطلع لي ويطلع لي مركب اسمه في كم كربونه؟ بنزين اسمه فيوماريز، يتحول لي في كم كربونه؟ يشتغل عليه انزيم اسمه ماليت دي هيدروجين، يشيل هيدروجين على يطلع لي ويرجع اللي بدات بيه هو اللي انتهيت بيه في اذن هي سايكل. لحد هنا في مشكله؟ طيب دكتورنا العزيز، اول مركب يتكون في كريبس اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ سيتريت. فبيقول لحضرتك في عباره كده وردت في كتب التاريخ ان السيتريت هو الكريبس ستارتنج سبستريت، هو اول مركب طلع في كريبس. يبقى ان السيتريت هو كريبس ستارتنج سبستريت، هو كريبس هدفها ايه؟ فور ميتوكوندريال اوكسيديشن. مش كريبس دي بتحصل في الميتوكوندريا وهي كومبليت اوكسيديشن؟ فالعباره يا ابراهيم بتقول ايه؟ معلش يا ابراهيم احفظ معايا العباره. هو مين اول مركب طلع اسمه سيتريت؟ يبقى العباره بتقول ايه؟ سيتريت
از كريبس ستارتنج سبستريت فور ميتوكوندريا. تاني اسمها ايه؟ سيتويت از كريبس ستارتنج سبستريت فور ايه؟ تاني العباره اسمها ايه؟ سيتريت از كريبس ستارتنج سبستريت فور. مره اخيره اسمها ايه؟ سيتريت از كريبس ستارتنج سبستريت فور. خد الحرف الاول من اول كل كلمه. سيتريت يبقى اول مركب اتكون في السايكل اسمه ايه؟ حرف الاي تفكرني مركب اسمه ايه؟ ايزوسيتات. حرف الكي مركب اسمه كيتو جلوتاريت. الاس ساكسينايل كو اي. الاس ساكسينيك اسيد. الاف فيوماريت. الام ماليت. والاو اوكزالو اسيتات. يبقى النهارده العباره بتاعتي تاني بتقول ايه؟ سيتريت از كريبس ستارتنج سبستريت فور. مره اخيره اسمها ايه؟ سيتريت از كريبس ستارتنج سبستريت فور. يبقى لو مش حافظ ترتيب المركبات من هذه العباره جبت لي ترتيب المركبات. انا ببدا بمركب اسمه سيتريت. السيتريت يا دكتور بالاكونيتيز بقى اسمه ايزوسيتريت. بديها هيدروجينيز بقى اسمه الفا كيتو جلوتاريت. بعد كده بقى اسمه ساكسينايل كوي. بالسايكوينيز بقى اسمه ساكسينيك اسيد. بالفيوماريز بقى اسمه فيوماريك اسيد. بعد كده بقى اسمه بالساكسينيك دي هيدروجينيز. بالفيوماريز بقى ماليت. بديها هيدروجينيز بقى اوكزالو اسيتيت. واضح يا ابراهيم؟ يبقى قبل ما نمسح السبوره يا عدي قول لي التعريف، يعني ايه كريبس؟ كومبليت اوكسيديشن. لمين؟ عشان نطلع ماديتش وفاديتش واي تي بي. هي الفاينل كومن باسوي للاكسيديشن بتاع مين؟ كربوهيدرات وفات وبروتين. الانزيمات بتاعتها موجوده فين؟ قول لي انزيم فين؟ ما عدا انزيم اسمه ايه؟ بقى انزيم اسمه ايه؟ ساكسينيت دي هيدروجينيز. ساكسينيت دي هيدروجينيز موجود فين؟ في الامر ميتوكوندريال ميمبرين. طيب يا دكتورنا الفاضل اول مركب طلع اسمه ايه؟ اذا العباره بتاعتي بتقول ايه؟ سيتريت سكريبس ستارتنج سبستريت فور ميتوكوندريال. هسالك في الامتحان مين هم الثلاثه الريفرسبل؟ اول واحد اسمه ايه؟ سيتريت. الثاني واحد اسمه ايه؟ ثالث واحد اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. هسألك في الامتحان اين هي مواقع خروج النات؟ النات بيطلع في انزيم اسمه ايه؟ انزيم اسمه ايه؟ وانزيم اسمه ايه؟ ماليد. اين هي مواقع خروج الفات؟ في انزيم اسمه ايه؟ اين هو خطوه السبستريت ليفل؟ انزيم اسمه ايه؟ اين هي مواقع خروج السيو2؟ انزيم اسمه ايه؟ ايزوسيتريت دي هيدروجينيز. والفا كيتو الانزيم اللي اسمه اكونيتيز محتاج كوانزيم اسمه ايه؟ جلوتاثيون. والايزوسيتريت محتاج ايه؟ مغنيسيوم ومنجنيز. طب والالفا كيتو جلوتاريت محتاج كام واحد؟ خمسه اللي هم ناد فات تي بي بي كواش لايبويك اسيد. خد لي نفسك دقيقه. سؤال لا يحفظ ولا يفهم ولكنه يستنتج. يعني انت يا ابراهيم لو انا سالتك عمياني واحده واحده في الحاجات دي بتعمل ايه على كريبس انت هتجاوب صح. يعني كريبس الهدف منها انتاج الاي تي بي، فلو عندك اي تي بي كتير هتوقف كريبس، لو عندك اي دي بي يبقى هتشغل كريبس. كريبس الهدف منها انتاج النات اتش، يبقى لو النات اتش كتير هتوقف كريبس. كريبس الهدف منها انتاج الطاقه، يبقى لو انت في كونتراكشن هتشغل كريبس. اظن الكلام واضح بدايه، يعني لسه ما قلناش فيه اي حاجه. طيب موضوع الريجوليشن بتاع كريبس يا احمد هيخلص في كلمتين. ان انت تفهم كلمه ريجوليشن في البايوكيمستري يعني تتحكم في الكي انزايم. الله يا دكتور انت كده ما فهمتنيش. هو يعني ايه الكي انزايم؟ الانزيمات الايريفرسبل. اي باسوي اهم انزيمات فيها هي الانزيمات الايه؟ الايريفرسبل، لانها بتتحول بلا عوده. يعني لو انا نشطتها حكمت على الباسوي تكمل. حد فاهم انا بقول ايه؟ انا النهارده لو نشطت الاكونيتيز، الاكونيتيز قدام عيني حول السيتريت لايزوسيتريت، انا هتدور هيرجعه سيتريت تاني. انما لو انا نشطت السيتريت سينسيز قدام عيني هيصنع السيتريت وما يقدرش يحوله، فالسيتريت مجبر يكمل في الايه؟ في الطريق. يبقى كلمه كي انزايم الانزيمات المفاتيح اقصد بيها الريفرسبل انزايم.
يبقى اي باسوي للريفرسبل هم مين او الكي انزايم هم مين؟ والريفرسبل. يبقى التحكم دائما وابدا بيتم عند مين؟ عند الريفرسبل انزايم. لو انا نشطت الريفرسبل الباسوي مش لو انا وقفت الريفرسبل الباسوي. حد فاهم انا بقول ايه؟ انما الريفرسبل مفيش اي ريجوليشن عليه. فبدايه الكلام هتكتب لي يا ابراهيم there are three irreversible enzymes. واحد اسمه citrate synthesis، واحد اسمه isocitrate dehydrogenase، واحد اسمه الفا كيتوجلوتاريت ديهيدروجينيز. في مشكله كده؟ طيب عندي اربع عناوين هغطيهم. اول عنوان هتقول لي regulation of availability، توافر السبستريت and the product. تاني حاجه يا دكتور الاي دي بي والاي تي بي، او خلينا نكتبها الناد والناد اتش، الناد اتش والناد. تالت حاجه الاي تي بي والاي دي بي. رابع حاجه الكالسيوم. يبقى النهارده في النظري انا لازم اعرف اجاوب ازاي. لما يجي لي سؤال ريجوليشن يا ابراهيم هتقول لي والله الريجوليشن اوكير ات 3 كي انزايم اللي هم مين؟ سيتريت سينسيز، ايزوسيتريت ديهيدروجينيز، الفا كيتو جلوتاريت ديهيدروجينيز. وتقول لي يا يوسف انا بتحكم على اربع مستويات. اول مستوى اسمه افيلابيلتي اوف ايه؟ سبستريت اند برودكت. تاني مستوى اسمه ناد اتش وناد. تالت مستوى اسمه اي تي بي واي دي بي. رابع مستوى اسمه كالسيوم. لو كتبت العناوين دي وتحتها كتبت فهمك والله تجيب الاجابه. طيب انا قبل ما اقول انا عايز ادردش معاك كلمتين. النهارده الباسوي بدخل بحاجه اسمها زي كده دكتور احمد، حاجه اسمها خمس دقايق عشان دكتور احمد يا اولاد، اسيتايل كو ايه مع اوكزاي واسيتيت. اي الهدف منهم ان انا بكون مركب اسمه ايه؟ سيتريت. والهدف ان انا اطلع حاجه اسمها ناد اتش، والهدف ان انا اطلع حاجه اسمها اي تي بي. لحد هنا في مشكله؟ طيب اي بصوي في الدنيا البرودكت تعمل انهبيشن والسبستريت تعمل ايه يا دكتورنا الفاضل؟ ستيميليشن. انت مصنع تراكم عندك المنتجات يبقى هتعمل لك انهبيشن. طب لو انت عندك مواد خام كتير يبقى هتعمل عمليه ايه؟ ستيميليشن. يبقى اي حاجه في الدنيا السبستريت بتعمل ستيميليشن والبرودكت بتعمل ايه؟ انهبيشن. لحد هنا في مشكله؟ يبقى قبل ما اتكلم الناد اتش هتعمل ايه للكريبس؟ هتوقف. الاي تي بي هتعمل ايه للكريبس؟ هتوقف. تراكم السيتريت يعمل ايه للكريبس؟ هيوقف. طب لو عندي اسيتايل كو اوكزال اسيتيت هيعمل ايه للكريبس؟ هيشغلها. لو انا عندي اي دي بي او ناد عاديه هتعمل ايه للكريبس؟ هتشغلها. مش كريبس هدفها استخدم الاي دي بي واصنع اي تي بي، استخدم الناد واصنع ناد اتش، استخدم الاسيتايل كو اي والاوكزال اسيتيت عشان اصنع ايه؟ سيتريت. يبقى ما قبل السهم بيعمل ستيميوليشن وما بعد السهم بيعمل ايه؟ انهبيشن. حد فاهم انا بقول ايه؟ تاني واحده واحده. افيلابيلتي اوف سبستريت. يا يوسف لو حضرتك عندك اسيتايل كو اي كتير واسيتايل كو اي كتير واوكزال واسيتيك اسيد كتير هتعمل ايه في كريبس يا دكتور؟ هتزود كريبس. حد عنده اعتراض؟ لو انا عندي يا دكتورنا الفاضل اسيتايل كو اي واوكزال واسيتيك اسيد هزود ايه يا دكتورنا؟ كريبس. طب ولو انا عندي ساكسينايل كو اي كتيره؟ ساكسينايل كو اي بالنسبه لي تكاد تكون مركب نهائي بعد كل الكي انزايم، يبقى هتعمل لهم عمليه اسمها ايه يا دكتور؟ انهبيشن. يا ابراهيم قول دي يا ابراهيم. لو انت عندك اسيتايل كو اي واوكزال واسيتيت دول قبل ولا بعد الكي انزايم؟ يبقى يعملوا لهم ستيميليشن ولا انهبيشن؟ طب ولو عندي ساكسينايل كو اي ده قبل ولا بعد؟ يبقى يعمل عمليه اسمها ايه؟ انهبيشن. لحد هنا في مشكله؟ طيب لو انا النهارده عندي ناد اتش كتير هعمل ايه الكريبس سايكل؟ هو كريبس هدفها تستخدم ايه؟ ناد تحولها. طب لو انا عندي ناد اتش بس ما عادش عندي ناد يبقى هوقف ايه؟ كريبس. يبقى الناد اتش بتوقف كريبس. طب لو انا عندي ناد كتير هعمل ايه في كريبس؟ هزودها. طيب هي كريبس هدفها انتاج اي تي بي صح؟ لو انا عندي اي تي بي كتير هعمل ايه في كريبس؟ هوقفها. طب ولو انا عندي اي دي بي كتير هعمل ايه في كريبس؟ هزودها. معنى وجود كالسيوم ان انا في مصل كونتراكشن صح؟ يبقى زياده الكالسيوم محتاج طاقه، يبقى هتعمل ايه في كريبس يا دكتور؟ هزود كريبس سايكل. مقدمه دي الريجوليشن ولكن بدون اي تفاصيل.
المفروض كنت اخلص كريبس ولكن دكتور احمد موجود ولكن دكتور احمد موجود فبكره اول 10 دقايق في الحصه هنقفل فيها الكريبس ان شاء الله ونبدا الكربوهيدرات ميتابوليزم. دي مش ريجوليشن كامله عشان ابراهيم هيروح دلوقتي ويمسك ويقول لي يا دكتور في كلام في الصفحه انت ما قلتوش، انت ضحكت علينا وكروت الريجوليشن لما الدكتور بدوي صاحبك دخل. لا دي مش ريجوليشن كامله، دي خطه. انا لسه انا ما شرحتش الريجوليشن، ماشي؟ ما تفتحش صفحة الريجوليشن. هنبدأ بكرة من أول عنوان اسمه ريجوليشن، هناخده في 5 دقايق بالظبط، ثم نبدأ الكربوهيدرات ميتابوليزم إن شاء الله. ومروحوا بقى، يلا مع السلامة. إيه ده، عايزين نقرأ المذكرة. بدأنا النهاردة مع بعض موضوع في البيونرجيتكس، بدأنا تراي كاربوكسيليك أسيد سايكل أو السيتريك أسيد سايكل أو كريبس سايكل. قلنا هو عبارة عن سيريس أوف رياكشن مسؤول عن الكمبليت أوكسيديشن أوف أسيتايل كو أي عشان أطلع ناد إتش أو فاد إتش 2 إي تي بي. هي الفاينل كومن باسويل أوكسيديشن كربوهيدرات فات وبروتين عشان سواء كنت جلوكوز أو فاتي أسيد أو أمينو أسيد في النهاية أنت هتوصل لأسيتايل كو أي أو إنترميديت في كريبس. طيب بتحصل في الميتوكوندريا ماتريكس كل الإنزيمات ما عدا السكسينيت ديهيدروجينيز دوت موجود في الإنر ميتوكوندريا ميمبرين اللي هو كومبليت عشان كده الكريبس سايكل جنب الايه؟ جنب الالكترون ترانسبورت تشين. خطواتها ببدا باوكسالو اسيتيت في 4 كربونات اللي هو البرايمر او المركب، بيمسك مع اسيتايل كو اي في كربونتين عشان اكون ستريت في 6 كربونات. بلف السايكل واطلع 3 ناد اتش و1 فاد اتش و2 سي او2 و1 اي تي بي زي ما قلنا. وكانت الملخص بتاع السايكل ان الستريت از كريبس ستارتنج سبستريت فور ميتوكوندريال اوكسيديشن. الستريت هو الحرف السي ستريت، الاي اي ستريت، الكي كيتوجلوتريت، الاس سكسينايل كو اي، الاس ساكسينيت، وبعد كده الاف فيوماريت والام ماليت والاو اوكسالو اسيتيت زي ما شرحنا. قلنا الانزيمات اللي بيطلع ناد اتش كان الايسوتريت ديهيدروجينيز، الفا كيتوجلوتريت ديهيدروجينيز، ماليت ديهيدروجينيز. اللي بيطلع سي او 2 كان الايسوتريت ديهيدروجينيز، الفا كيتوجلوتريت ديهيدروجينيز. اللي بيحتاج فاد اتش 2 اللي بيطلع فاد اتش 2 ساكسينيت ديهيدروجينيز. اللي بيطلع اي تي بي دايركت او سبستريت ليفل فوسفوريليشن كان ساكسينيت سايكوينيز. اللي بيحتاجهم الالفا كيتوجلوتريت الناد والفاد والتي بي بي والكواش واللايبويك اسيد. اللي بيحتاج جلوتاسيون اكونيتيز، واللي بيحتاج ام انه ام جي كان ايسوتريت دي هيدروجينيز. قلنا الاهميه اول حاجه ان الستريك اسيد سايكل هي انفيبوليك لانها كاتابوليك وانابوليك. كاتابوليك لان الكومن باسو اكسديشن كربوهيدرات فات بروتين وانرجي برودكشن كانت بتطلع 10 اي تي في زي ما حسبناها. انابوليك لانها انها بتطلع الانترميديا بتاعتها بستخدمها في الانابوليز. الستريت ودي مهمه جدا جدا جدا، قال ان الستريت بيطلع اوت اوف الميتوكوندريا للسيتوبلازم، بيتكسر بعد كده بالاي تي بي لايز عشان خاطر يطلع لي اوكسالو اسيتيت واسيتايل كوي. الاسيتايل كوي اللي بيطلع بستخدمه في تصنيع الفاتي اسيد والكوليسترول، يبقى دوت مهم عشان انقل الاسيتايل كوي من ميتوكوندريا للسيتوبلازم. الستريت شادل الالفا كيتو جلوتاميت بستخدمه عشان اصنع جلوتاميت بامينو ترانسفيريز. الساكسينيل كوي في الهيم والكيتوليسيس وديتوكسيفيكيشن. الماليت يا اما ريوكسيدايزد اكين يعني احوله مره ثانيه لاوكسالو اسيتيت اما اشيل منه هيدروجين، يا اما اوكسيديف دي كربوكسيليشن ان انا احوله لماليك لبايروفيت بالماليك اسيد بالماليك انزيم، وده كان بيحتاج نات بي اتش. الاوكسالو اسيتيت، الاوكسالو اسيتيت ممكن يتحول لاسبارتيت بانزيم اسمه الاي اس تي، او هناخدها ان شاء الله بعد حصتين في الكربوهيدرات هقول لك ان هو في السيتوبلازم الاوكسالو اسيتيت بيتحول بانزيم اسمه بيبسكي، مالكش دعوه بالسطر ده. المهم يعني في انزيم هناخده ان شاء الله الحصه بعد الجايه هقول لك ان في انزيم اسمه فوسفوينيل بايروفيت كاربوكسي كاينيز اسمه بيبسكي بي اي بي سي كي، بيحوله لايه؟ لبيب في عمليه الجلوكونيوجينيس. يا دكتور الاوكسالو اسيتيت يا اما يتحول لاسبارتيت يا اما استخدمه في الجلوكونيوجينيس. طيب الفانكشن رقم 4 انها بتديني سي او 2، تفاعلات السي او 2 دي يا دكتور مهمه جدا. طب انت ما قلتش في الحصه، ما احنا هناخدها تباعا ان شاء الله. هناخد في الكربوهيدرات ان البايروفيت بيتحول لاوكسالو اسيتيت بانزيم اسمه بايروفيت كاربوكسيليز، وهناخد في الليبت ان الاستايل كو اي بالاستايل كو اي كاربوكسيليز بيتحول لميلونايل كو اي، والبروبينايل بيتحول لميثايل ميلونايل. وهناخد في البايريميدين وفي اليوريا سايكل ان الكربامايل فوسفات، وهناخد بعد كده في البيورين الكربون 6 في البيورين، وهناخد في العملي البفر اللي فيه السي او 2. طيب فالكلام ده كله اكتب عليه حفظ مهم جدا ولكن كله في وقته. طيب بعد كده يا دكتورنا العزيز عايز تحفظها دلوقتي احفظها طبعا. الفانكشن رقم 5 هي انتر كونفرجن، تحويل بين كربوهيدرات والفات والبروتين. موضوع الريجوليشن احنا ما قلناهوش تفصيلا، احنا وقفنا عليه قلنا ان الثلاثه كي انزايم بتاع ستريت سينسيز ايسوتريت دي هيدروجينيز الفا كيتوجلوتريت دي هيدروجينيز، وحفظنا العناوين بس ريجوليشن باي سبستريت اند برودكت انهيبيشن ناد اتش على ناد اي تي بي على اي تي بي ديورنج الماسكولار اكسرسايز او الكالسيوم. احنا وقفنا على العنوان بتاع الريجوليشن.
لمحبين العلم وبشدة يا دكتور، ده المركب اللي اسمه الأوكسالو أسيتيت، دخلت عليه بمركب اسمه أسيتايل كو إي في كربونتين زي ما حضرتك شايف، ودخلت بجزء مية. زي ما قلت لك يا دكتور إن الإس كو إي خد هيدروجين من هنا وطلع في صورة كواش. طيب مكان الإس كو إي مفتوح هحط أو إتش من جزء المية، ومكان الهيدروجين اللي اتشالت من هنا مفتوح هكسر الدبل بوند دي، أصبحت الأكسجين ناقصها رابطة والكربون ناقصها رابطة. أعمل إيه؟ أحط على الأكسجين الهيدروجين اللي فاضلة من المية، ما أنا خدت من المية الأو إتش حطيتها هنا والهيدروجين حطيتها هنا. طب الكربون ناقص رابطه اوصلها بالكربون دي عشان يتكون لي مركب فيه 3 كرب، فيه 3 كربوكسيل، فيه 6 كربون اسمه الستريت. هذا الستريت يشتغل عليه الاكونيتيز. الاكونيتيز اللي هو يا دكتورنا الفاضل بيحتاج جلوتاثيون، هيسحب ميه اللي هو يسحب او اتش من الكربونه دي و اتش من الكربونه دي، ثم يعيد اضافتهم ولكن بالعكس. فعندما يعيد اضافتهم بالعكس ايه اللي هيحصل؟ انا هحط الاتش فوق والاو اتش تحت، بيطلع لي مركب اسمه ايزوستريت. هذا الايزوستريت يا سيدي الفاضل يشتغل عليه انزيم اسمه ايزوستريت دي هيدروجين. هيعمل ايه؟ هيشيل 2 هيدروجين، هيدروجين من هنا وهيدروجين من هنا. لما اشيل 2 هيدروجين هوصل الكربونه بالاكسجين بدبل بوند، هوصل الكربونه دي بالاكسجين بدبل بوند ويطلع واشيل CO2، مش يا دكتورنا العزيز CO2 اللي هو تتشال من هنا. طيب فيطلع لي في النهايه مركب اسمه ايه يا سيدي الفاضل؟ يطلع لي مركب بالشكل ده، CO اتشالت فمكانها CH2 والاثنين هيدروجين اتشالت، فيطلع لي مركب اسمه الفا كيتو جلوتاريد. تمام. طبعا انا رسمها لك على خطوتين. يعني ايه على خطوتين؟ انا الاول شايل لك الاثنين هيدروجين بالشكل ده، ثم شلت لحضرتك السي او 2. تمام كده. فيطلع لي في النهايه الالفا كيتو جلوتاريد. هذا الالفا كيتو جلوتاريد هيشتغل عليه الالفا كيتو جلوتاريد دي هيدروجينيز اللي بيحتاج ناد وفايد وتي بي بي وكواش ولايبويك اسيد. هذا الانزيم كيف سيعمل؟ اولا يا سيدي الفاضل هيشيل السي او دي تطلع في صوره سي او 2 ويشيل الهيدروجين يحطها على الناد اتش، يبقى الكربوكسيل كلها اتشالت، ويجي الكواش ياخد منها هيدروجين كمان، يبقى هياخد هيدروجين من الكواش وهيدروجين من هنا احطهم على الناد بقى اسمها ناد اتش. تمام كده. طيب واجيب الكو اي احطها مكان مجموعه الكربوكسيل، الكو اي اهي. تمام. يبقى انا كان عندي سي اتش سي اتش 2 سي اتش 2 سي دبل بوندو، سي اتش سي اتش 2 سي اتش 2 سي دبل بوندو، واحط الاس كو اي، يبقى اشيل الكربوكسيل واحط مكانها الاس كو اي. الكربوكسيل السي او 2 تخرج والهيدروجين تخرج، فطالع مركب اسمه ساكسينايل كو اي. هذا الساكسينايل كو اي بانزيم اسمه سايوكاينيز، هيحصل ايه؟ هكسر الرابطه دي واحط او اتش مكانها، فبقى اسمه ساكسينيك اسيد. يبقى انا شلت الكو اي بقى اسمي ساكسينيك اسيد. الساكسينيك اسيد هشيل هيدروجين وهيدروجين وكون دبل بوند بالشكل ده، بقى اسمه فيوماريك اسيد. الفيوماريز اكسر الدبل بوند. لما اكسر الدبل بوند يا سيدي الفاضل ايه اللي هيحصل؟ الكربون اللي فوق بقى ناقصه رابطه واللي تحت برده بقى ناقصه رابطه، ما هو الاثنين مرتبطين مع بعض بدبل بوند. اروح جاي حاطط على اللي تحت اتش وعلى اللي تحت اتش وعلى اللي فوق اتش، فاللي تحت بدل ما اسمها سي اتش هتبقى اسمها سي اتش 2، واللي فوق بدل ما اسمها سي اتش هتبقى اسمها سي اتش او اتش. والمركب اسمه ماليت، يدخل على ماليت دي هيدروجينيز، يشيل هيدروجين وهيدروجين يحطهم على ناد، يطلع لي ناد اتش ويطلع لي في النهايه الاوكسالو اسيتيت. يبقى انا بدات باسيتايل كو اوكسالو اسيتيت، لفيت لفتي ورجعت للاوكسالو اسيتيت. وهذه تفصيلا وبزياده وبشكل اكتر من تفصيلي الفورميلا بتاعت الكريبس سايكل، انها للفهم فقط يا سيدي الفضل.